السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنشوف 5 أدلة على أهم المواقع اللي بتهتم بالذكاء الاصطناعي. أول واحد معانا AI Tools. ده بيعمل إيه؟ أنت مثلا بتدور على حاجة تعمل لك الصور أو حاجة تساعدك في الكود أو أي حاجة أنت بتدور عليها، فلما تكتبها هنا في السيرش تمام وتقول له أنا بدور على الحاجة المجانية أو بيد أو فريمم، أو ممكن تقول له مثلا أنا عايز الكوبي رايت، فيجيب لك كل المواقع اللي هي مهتمة بالكتابة وتقدر أنت تشوفها. فرض مثلا الموقع ده عجبك، هتدوس عليه هيبدأ يديك نبذة عن الموقع والسعر والتاجات اللي تبعه، وتقدر تدوس هنا فيبدأ يفتح لك الموقع. الدليل التاني فيوتشر تولز، نفس الفكرة. لو انت بتدور على حاجة معينة بتبدأ تكتبها هنا، ممكن تقول له انا عايزها مثلا حاجة في فور فان او ايمج سكاننج او برودكتيفيتي او تكست تو سبيتش، الحاجة اللي انت عايزها. ولو عندك موقع تقدر تعمل سبميت بحيث ان انت تضيفه للدليل هنا، وفي قائمة بردية ممكن تشارك فيها بحيث يجيلك على الايميل بتاعك اخر ابديت. كل يوم بيظهر موقع جديدة فيجيلك ايميل في افضل المواقع اللي ظهر الجديد. طيب في برضو الموقع دوت تولز كود، في مواقع كتيرة برضو نفس الفكرة، تقدر تعمل سيرش او تقول له انا عايز اشهر المواقع، فطبعا شات جي بي تي رقم واحد والموقع دوت. انا تقريبا الاتنين بستخدمهم بشكل يومي، ده عشان لما يكون عندي ايميل عايز اكتبه هو بيعد لي الصياغه بتاعته بشكل كويس. طيب فيوتشر ميديا نفس الفكره برضو، يعني النهارده مثلا في 16 موقع اضيفوا جداد، فممكن ادوس هنا واشوف ايه اخر موقع اللي اضافت اللي لسه معمول النهارده. برضه تقدر تضيف أداء أو تضيف أخبار، وتقدر تشارك في القائمة البريدية بحيث تجيلك برضه آخر حاجة. ده موقع بالعربي، تقدر إن أنت تشوف أنت محتاج مثلا تعمل فلتر وتقول له أنا عايز مثلا حاجات خاصة بالفن التواليدي وتقول له أبلاي فلتر، وتبدأ تشوف المواقع وكل كل واحد فيهم هتلاقي الصورة بتاعته اهيت، وهتلاقي شرح ليه وفيديو سريع ليه، وهتلاقي برضو رابط للموقع.